فلنرسم مسارا جديدا في شهر رمضان المبارك هذا العام. لا شك بأن شهر رمضان المبارك مختلف هذا العام، لكن ما من شيء سيغير روح الشهر الفضيل في قلوبنا. حين نقف في وجه الصعاب اليوم، فإننا نمهد الطريق أمام غد أفضل بالعطاء والثناء والتآخي. قد تقف بيننا المسافات، لكن قيمنا هي ما يجمعنا ويقربنا من بعضنا البعض لننشر أجواء الشهر الفضيل حولنا.